اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من وحش التوفير مع الشيف خالد. النهارده هنعمل صدق اسكندراني ومعاه مكرونه بطريقه ايه؟ هنشوف بقى هناكلها بطريقه يعني ده لوحده وده لوحده ولا الاثنين مع بعض. ده اللي هنشوفه في الحلقه. هنشوف مقادير النهارده مع بعض. معانا نص كيلو صدق بلدي، معانا نص كيلو مكرونه عقل، معانا حبيتين طماطم، اربع حبات بصل صغيرين هيعملوا مثلا حوالي 300 جرام ربع كيلو يعني، فصين ثوم، ورقتين راول مع كمون مع الفلفل الاسود، الحاجات الاساسيه اللي موجوده في البيت. لو عندي حبه فلفل رومي مفيش مشكله، مع الزيت. هنشوف هنعمل ايه. ادي الميه بتاعت المكرونه كده اهو، هبدا اخليها تسخن. انا يمكن بادئ عليها من قبل الحلقه مثلا بدقيقه او دقيقتين، احط نقطه زيت بسيطه يا جماعه مش كتير اهي، مع شويه ملح اهي، بس بقلبها كده، بقلب الميه تمام، وبسيبها تغلي. ابدا اشوف انا هعمل ايه. ادي السكينه، وادي ببدا بالصدق كده اهو، ببدا اقطعه الحجم ده كده اهو، شايفين؟ ماشي. وبجيب نفس الحجم، لان ده مع التسويه تحس ان هو يعني يبقى شبه زي ما يكون لحمه مفرومه مثلا، بيبقى مش باين القطعه بتاعته عامله ازاي. اهو برضو نفس القصه اهو. طبعا الريحه بتاعته جميله، والطعم بتاع الصدق المعروف بالذات الصدق الاسكندراني، لان توابله بتبقى اعلى. في منه اللي بيبقى طري عادي زي ده كده، وفي منه اللي بيبقى تحس ان هو ناشف متجفف يعني، ده بيعيش لفتره اطول وما بيتحطش في الثلاجه، بيبقى في الهواء كده موجود. ده برضو بيتعمل بيه حاجات جميله، كل حاجه ليها حاجتها، سواء داخل معجنات او لوحدها مع صوصات. يقول لك ده انا مثلا هاكل فول بالصدق الاسكندراني، هاجي مره ان شاء الله في حلقه كده اعمل لكم الصدق الاسكندراني باذن الله. برضو ايه، نوضب كده البلانشا. ادي صدق اتقطع، بنبدا واحنا واقفين بنسلى عبال المايه بتاعتنا ما تغلي. اهي غلت اهي، بجيب المكرونه ببدا انزل بيها. طبعا زي ما حضراتكم عارفين المكرونه ما بتتغطاش وهي بتتسلى. ادي كده اهو، اسيبها دي تقليبه واحده بس كده، وهي شغاله واحنا برضو بنعمل الحاجه بتاعتنا، سواء الطماطم او البصل بنتسلى واحنا واقفين يا جماعه. اهي حاجه بسيطه تكلفتها مش عاليه زي ما قلت لحضراتكم. وبنبدا نشوف هنعمل ايه. ادي طماطم اهي، صدقوني ان شاء الله هتبقى كوجبه كتكلفه قليله، وفي نفس الوقت الطعم هيبقى لذيذ. لو انا عايز اضيف له مثلا ليه بتاعت خروف تدي طعم معايا، عايز ازود زبده، بس هو بيبقى فيه دهون كتير، فعشان كده بقول لكم دي مكسبات طعم للي عايز يعمل حاجه زي كده، بقول لكم برضو عليها. ادي الطماطم تقطيع الصغيره بتاعتها اهي، ماشي. طبعا ما بنحاولش نستخدم ادوات او الات كتير مثلا، لان يعني احنا بنحاول ان احنا نعمل الحاجه بابسط طريقه، وفي نفس الوقت نطلع اعلى جوده وطعم جميل ان شاء الله يحوز الاعجاب يعني. ادي الطماطم بتاعتنا اهي،
باخدها كده اهي. بمسح المنديل اهو. ادي الطماطم. كل دوت بوريه لحضراتكم حاجه سهله في نفس الوقت هتبقى جميله ومش هتاخد معانا وقت. ادي البصله باخدها رفيع كده. ماشي كده نفس القصه. سواء عملنا التقطيعه بتاعتنا لو عندي بلانشه، طبعا في اهالينا واخواتنا في ناس كتيره قوي ممكن ما يكونوش عارفين يمسكوا السكينه دي بالطريقه دي او يعرف يشتغل بنفس الطريقه. طبعا احنا اتولدنا لقينا امهاتنا واخواتنا بيشتغلوا بطريقتهم، هم بيقطعوا البصله زي ما هم عايزين، في ناس تمسكها كده وتعملها كده بالطريقه دي كده ويبدا يخرط كده. انا اهم حاجه بديكم يا جماعه ايه الطريقه وانتوا شوفوا، يعني احنا برضو ايه يعني يغلب علينا الطابع الفندقي لان برضو طبيعه تعليم الشغل بتاع مثلا التقطيعات ازاي، ده برنواز ده سلايس ده كذا، فبتبقى انواع غصب عننا احنا ايه بنشتغل بالطريقه اللي هي تبقى فيها يعني سرعه وفيها حرفيه اعلى شويه، فاعذرونا يعني. وبرده ايه الوقت بتاع الحلقه بيبقى الواحد مش عايز يضيع الوقت، لازم بتابع كل الخطوات قدام حضراتكم حتى التسويات حتى الحاجه. انا دلوقتي بصوا المكرونه اهي برضو بتابعها. وصل يعني بحاول ان انا ايه الحق الوقت يعني. ادي جميل. بجيب بقى كل ده كده مع بعض. عندي كمان حباية اعملها اهي. بنحاول نغير يا جماعه في الطريقه بتاعت الاكل بتاعنا. في حاجات ممكن تبقى غاليه قوي، بدل ما مثلا ما اجيب نص كيلو صدق اروح جاي مثلا جايب اللحوم من الغاليه مثلا. في حاجات اسماء مش عايز اشغل حضراتكم بيها بتبقى الاسعار بتاعتها مش متداوله للجميع، حاجات بتبقى غاليه. لا احنا عايزين نوري الناس ان احنا في حاجات بتدي طعم جميل وبتبقى ألذ يعني من غير تكلفة برضو. اهو ادي البصل اهو طريقة عادية او كده اهو ادي كده اهو. لا مكرونة بتتسلق برضو عشان نلحق ايه نعمل. ادي كده البصله بتاعتنا شغالين فيها. ايوه اهي كده ادي نفس الطريقه بجيبها وبجيب طاسة بحطها على البوتاجاز أبدأ أنزل شوية زيت. جميل. قبل ما بيسخن بتابع المكرونة بتاعتي مفيش أي مشكلة. يعني هي بتاخد بالظبط حوالي من 9 دقايق ل 12 دقيقة كسلق للمكرونة عشان أضمن إن هي تبقى مستوية بدرجة 90-95%. في ناس تانية بتسويها بحوالي 70% بيحطوها 6 دقايق أو 7 دقايق بحيث إن هو بيكمل تسويتها على
النار زي الشغل الايطالي مثلا الباستا والحاجات دي. فانا برضو بوريكم المعلومه بتاعتي. ادي كده ادي البصل بتاعنا. ابدا اجيب حبايه الفلفل اهي، اهو كده، فلفل لو مش موجود مفيش اي مشكله. انا لقيت عندي حبايه فلفل رومي قلت احطها، زي ما ممكن مثلا احط فلفل حامي او اللي هي شطه خضراء يعني فريش، مفيش مشكله. كل دي مكسبات طعم. عايز لو عندي شويه زيتون في الثلاجه عايز احط زيتون ماشي، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده واحنا بنعمل معجنات مثلا او حاجه بنقول ايه احنا اللي هناكل مش حد تاني، احنا اللي واقفين في مطبخنا على قد المكان شغالين بحاجه بسيطه قوي، بس في الاخر هناكل حاجه لذيذه وطعمه مش حاجه غاليه، لا حاجه متداوله للجميع. يعني حتى الصدوق الناشف دوت بيبقى في سعره أرخص من اللي هو الفريش البلدي. إيه رأيكم لو نطلع فاصل أكون صفيت المكرونة بتاعتي ونبدأ نشتغل ونشوف هنعمل إيه بعد الفاصل؟